سي عبد الجليل، هذه الدورة الثانية استثنائية تاع مجلس مدينة الدار البيضاء في غضون واحد 12 يوم، بالنسبة لك واش هاد توالي الدورة الاستثنائية مسألة عادية في حياة المجلس الجماعة الدار البيضاء؟ أول السلام عليكم. في حقيقة الدورة الاستثنائية ما كرهناش يكون أكثر من هادشي، ما نقولش دابا نقول واحد الدورة الاستثنائية أكثر من هادشي. علاش؟ لأننا حنا لابعد واحد التحقيقات عالميتين اللي هي كأس إفريقيا وكأس العالم، وخصنا نتمشاو مع هذه، لأن خصنا نتمشاو مع هذا الخط هذا، لأن باش نحققوا واحد الأهداف معينة لمدينة الدار البيضاء وسمعة المغرب وورقة المغرب وحضور المغرب في هذه الحفلين طبيعة اللي ذكر دابا. وكنتمناو حنا بالعكس، هذا جات واحد النقاط اللي خصنا نحسموا فيها، لأن فيها الميزانية وخصنا نحسموا فيها نصوتوا عليها باش تنفذ هذه الميزانية. يلاه كعرفي التنفيذ راه كيطلب شوية الوقت، يلاه تنفذ هذه الميزانية. وكانت هي حسنة، جات مع السيد الوالي طبيعي الحال، ربحتنا واحد المسافات باش نوصل للدورة العادية مثلا اللي خاصها تكون في شهر 7 ولا شي حاجة. حنا دابا درنا الدورة الاستثنائية باش نبتوا في هاد النقاط اللي كتهم البيضاويين بصفة عامة. ولكن القانون التنظيمي واضح تيقول بأن الدورة تاع المجلس هي دورة عادية، وهاد النقاط اللي مدروجة مثلا في الدورة تاع اليوم الاثنين 4 مارس 2024 هي إمكانها تكون في إحدى الدورات العادية تاع المجلس. ولكن دابا راك عرفتي القانون التنظيمي 13-14 هذا جا كتاب مع السيد الوالي، ماشي زعما حنا درت الجامعة دار السيد الوالي رجع على أنه واحد الميزانية خصها تنفذ، كاين مشاريع متوقفة أو مشاريع متعطرة خصها أنها باش نوضوا البشر باش تسالي في أفق هذاك 2025 اللي هو كأس العالم أو كأس إفريقيا أو كأس العالم 2030. سي مروان، أنتم كحزب أحزاب المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، كيفاش شفعتوا يعني بدأت توصلكم بدعوة تاع دورة استثنائية جديدة للمجلس مدينة الدار البيضاء؟ وهو الطريق الآن اللي كاين في مجلس المدينة هو أن الدورة الاستثنائية أصبحت كثيرة وأصبحت أكثر من الدورات العادية. معي من الدورة الاستثنائية كتكون واحد وقت طارئ واللي حدث اللي ما نستطيعوش نتجاوزوه، الآن كيبان بأن ربما الدينامية اللي كاينة على مستوى مدينة الدار البيضاء على مستوى مساعدة السيد الوالي ففرضت هذه النقاط. ولكن هذه الدورة الاستثنائية كتفرض لنا أسئلة، هذا مكتب مجلس المدينة واش قادر يواكب هذه الدينامية؟ واش قادر يبرمجه بدعوة منه هو؟ مجموعة من النقاط اللي خصنا نذكروا فيها مع مكتب مجلس المدينة. يعني بالنسبة لك الدورة الاستثنائية تاع المجلس عادية ما كاينش مشكل، يدير المجلس ديالو الدورة ديالو الاستثنائية بهذا الشكل؟ من الناحية القانونية هي دورة عادية، لأن القانون التنظيمي 113-14 كيعطي الحق أن المكتب مجلس المدينة أو السيد الوالي يدعي لدورة استثنائية إلى استجد الظروف أو كانت نقاط معينة من فرض الأعمال. الإشكال اللي كاين هنا هو ان وانا طرحتها في دوره فبراير الاخيره، ان الان الديناميه اللي كاينه في الدار البيضاء والاوراش الكبرى اللي كاينه في الدار البيضاء والمجهود اللي كيدير السيد الوالي مشكور عليه ما خصوش يغطي على العمل اللي كيدير مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء والمنتخبين بصفه عامه، لان ما فيها باس نحرصوا على تطبيق القانون ونحرصوا على الاختصاصات ديال المنتخبين والاختصاصات ديال السلطات الوصيه. المفروض هذا المكتب ياخذ البديره ويكون اكثر جراه ويكون اكثر سرعه واكثر تعاطي مع الملفات الكبرى اللي كاينه ويبدا يستدعينا هو لدورات استثنائيه، لان عندهم الوقت الكافي باش يستدعيو الدورات وما نحتاجوش تدخل السيد الوالي. الوالي بطبيعه الحال الى لقى فراغ ولقى عدم الكفاءه ولقى ما كايناش قدره على مواكبه ملفات غيضطر يمارس الصلاحيات اللي عنده. سي مصطفى، هذه الدوره الثانيه تاع مجلس مدينه الدار البيضاء اللي هي استثنائيه في غضون 12 يوم، اشنو هو الجديد اللي خلى الدوره الاستثنائيه؟ هو كتكون شي سمحتوا نحييكم بعد على تحت فرصه التواصل، كتكون شي حاجه قانونيه ولكن يشوش عليها بالمرافقات ديالها. دابا مثلا حنا بالنسبه للمشرع طاف الماده 36 للسيده الرئيسه انها تنادي للدوره الاستثنائيه، وعطى في الماده 37 للسيد الوالي ولا العامل عمله انفا بصفه العامليه انه هو الى بغى دوره استثنائيه يدير دوره استثنائيه. فما عرفنا دابا واش السيد الوالي هو اللي واحد المبادره ولا اقترحت عليه السيده الرئيسه بغات هي بغات ولا هو اللي بغى، ما عرفناش كيفاش. بعد جينا كناقشوا اليوم في اللجنه داك الشيء ما واضحش، هذا من جهه حنا خصنا نعرفوا بعدا كيفاش علاش سبب نزول بهذا الشكل هذا. المساله الاخرى وهي ان كاين حوايج اخرى خصها تحترم وهي الوثائق، نقولوا مثلا خصوصا الوثائق الماليه، لان المشرع بعد تكون نقطه عندها علاقه بالماليه ماشي هي نقطه ما عندهاش علاقه بالماليه، لا كانت نقطه ما عندهاش علاقه بالماليه كاين شويه كيكون شويه ديال التسامح، ولكن اذا كانت النقط عندها علاقه بالماليه راه خاص الاجل ديال 10 ايام
راه كاين ولا في المقاطعات ولا في المجالس ولا في كل شيء، اجل ديال 10 ايام كاين. ولكن دابا الاشكال اللي كنلمسوه هو انه كاين دي بروسيدور ايضا خاص يداروا في قضيه الفائض، يمتى كيتعلن فعلا بان راه الميزانيه راه تحبسات وراه كذا وراه يعني يمكن يتبرمج الفائض، يعني خاص واحد البروسيدور دار قبل، هما ما داروهاش، ما داروش هاد البروسيدور. فيعني هاد حنا كنلقاو راسنا ملزمين، كتكون مسائل مثلا كتكون مسائل احيانا كتكون يعني ايجابيه، ولكن بعد تشوبها بعد الشوائب كنضطروا نمتنعوا ولا نرفضوا يعني مع كامل الاسف. فيعني بالنسبه لنا هذا من جهه، من جهه اخرى جايبين لنا واحد الفائض بئيس ديال 134 مليون ديال الدرهم، 134 مليون ديال الدرهم باش دير فيها كفائض سنوي، خاصك العمر ديال سيدنا نوح باش تجمع شي مبلغ محترم اللي يمكن دير به شي مشاريع كبيره. ولذا قلنا لهم ودي خاصكم تقلبوا على مصادر للتمويل، لان احنا في المرحله السابقه في الولايه ديالنا اللي نفعناه هو البرنامج تنميه الدار البيضاء اللي فيه 33 مليار ديال الدرهم اللي توقعت قدام جلاله الملك، يعني هذيك نفعتنا في ديك الولايه ديالنا كذا. قلنا لهم ودي شوفوا دابا انتم الاغلبيه المسيره ديال المجلس هي نفس الاغلبيه المسيره ديال الحكومه، وهذه الاغلبيه المسيره المنسجمه اللي لما نفعتكمش في هذه فاش تنفعكم؟ فقلنا لهم اودي شوفوا واحد 33 مليار ديال الدرهم اخرى تصيفط عليكم الحكومه الحاليه باش يمكن تغطيوا المره، 130 مليون ديال الدرهم راه ما داير لكم راه الدار البيضاء هذه، وحنا جاي استحقاقات، جاي كاس العالم، جاي كاس ديال افريقيا يعني الكان، جاي 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 جاي. فترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليابس.